حدث عالمي يقام سنويا على أرض دولة الإمارات، يعقد هذا العام خلال الفترة من 11 إلى 18 من يناير. إنه أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، إحدى المبادرات المتميزة التي أطلقتها دولة الإمارات لتشجيع الدول والمنظمات والأفراد على الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية، فحول العاصمة أبوظبي لوجهة رواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم. بناء مجتمع مستدام ليس جديدا في منهج دولة الإمارات، بل هو متجذر في سياسة الدولة منذ تأسيسها، فقد شغلت البيئة اهتمام وفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فبنى دولة تقوم سياستها على المزاوجة بين التنمية والبناء والحفاظ على البيئة. وكان يقول رحمه الله: نحن الذين نعيش الآن فوق هذه الأرض مسؤولون عن الاهتمام ببيئتنا والحياة البرية، وواجب علينا الوفاء لأسلافنا وأحفادنا على حد سواء. كل هذا يفسر فوز المغفور له الشيخ زايد بجائزة الباندا الذهبية في مارس عام 1997 من الصندوق العالمي لصون الطبيعة، تقديرا للجهود التي بذلها في مجال الحفاظ على البيئة، لتصبح دولة الإمارات واحدة من أهم دول العالم وأكثرها تأثيرا في التصدي للتحديات البيئية التي تواجه العالم، وهو ما ترسخ في رؤية القيادة الرشيدة التي واصلت هذا النهج وعززت الاهتمام بالبيئة وشجعت ودعمت كل جهد محلي وعالمي لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات، ليعيش البشر نمط حياة صحيا وطبيعياً.